دلني على شخص لم يذنب في حياته قط ولم يعص الله طرفة عين. إننا نذنب في كل يوم ذنوبا، لو كان لأجسادنا وجوارحنا ألسنة لنطقت بها وفضحتنا، لكنه ستر المنان يزدله على عباده فلا يهتك ستره. ومع أن الحسنات يذهبن السيئات والتوبة تمحو ما قبلها، فإن هنالك أعمالا إذا فعلتها غفر لك ما تقدم من ذنبك. سأخبرك في هذا المقطع بخمس عبادات قولية وأخرى جسدية أختصرها. ولنبدأ بالعبادات القولية. أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثانيا، قراءة سورة تبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. ثالثا ورابعا، حمد الله بعد الأكل وحمده بعد لبس الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا، إن فاتك شيء مما تقدم فلا يفوتنك هذا الذكر عند النوم، لتغفر ما اقترفت جوارحك في نهارك ويومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. العبادات الجسدية. أولا، متابعة العمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثانيا، مصافحة المسلمين، وبالطبع فهي مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ثالثا، إماطة الأذى عن الطريق، سواء كان حجرا أو جذع شجرة أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر الله له. رابعا، الصيام، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصيام يوم عرفة يكفر 2، وصيام يوم عاشوراء يكفر 1. خامسا، قيام الليل كقيام رمضان أو قيام ليلة القدر، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.